لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. أين المشروع؟ رئيس الجمهورية ماذا بعد ظهوره عندما يعود إلى الجزائر؟ لازم له يبين ما هو مشروعه، من هم الرجال الذين يعتمد عليهم هذه المشروع. هكذا يكون، وحط لنا المشروع، خلي النخب تناقشه، خلي مؤتمرات من الاقتصاديين والإعلاميين والسياسيين والاستراتيجيين يعقدوا مؤتمرات يناقشوا برنامج الرئيس. هكذا حتى أنت أيها الرئيس عندما يناقشوه إذا ظهرت أشياء غالطة أنت لست يوحى إليك، راك تدير حوايج قد ما تكونش مليحة لما تناقشها العقول المختلفة بالنقد البناء والنقد الصافي تظهر الأمور. علاش الناس دايرين أمر شورى بينهم؟ الشورى الناس لما كيفاش يتشاوروا الناس؟ أو مش تجملنا في خمسة وتجيب لنا هذا القلم، واحد يقول لك والله هذا الابيض هذا ما كانش خير منه، الاخر يقول زي هذا يجبد الماء، واحد يقول لك القفله هذه هايله، واحد يقول لك كاوكي يكتب مليح هذه وفي الحكايه ويخرجوا فقط، وكل واحد يحاول يحافظ على الريع الامتيازات اللي وصلها. المشكله يا جماعه كثير من الناس اللي راهم الان بلغوا درجه كبيره، مع احترامي ليكم على استعمال هذا اللفظ، الشيته لدرجه ما تصورهاش. لماذا؟ والله ما قلت لهم السلطة شيتوا، أصلا هذه الشيتة وهذه العبودية مزروعة فيهم. الرئيس يظهر واحد يصور يماه وهي واقفة قدام التصويرة وتدعي للرئيس وينشرها في الفيسبوك وفرحان، واحد يجيب ولده صغير يقبل في هذه الصورة. ماذا هذا الولد غدوة يكبر يرحل تبون وجي أجيال أخرى ومحكومين أخرى يحكوا على تبون إلا السوء، ويجبدوا له في الارشيف نتاعو هاك كنت صغير. كيف عمرك ما تحط ابنك ولا بنتك ولا امك في مواقف تقديس سياسي؟ لانه السياسي راه هو اليوم معاك غدوه ضدك غدوه ما تدري عليه. هذه نصيحه، ما تعلمش ولدك انه يكون شيات، ما تعلمش ولدك انه يقدس الاشخاص، علم ولدك يقدس المبادئ والقيم، علم ابنك أنه يفكر بعقله، إذا شاف هذا الشخص جات حاجة مليحة يقبلها، شاف حاجة مش مليحة ما يقبلهاش. هكذا تصنعوا لنا جيل جزائري يعول عليه في بناء الدولة الجزائرية. نحن تطفرت فينا، عشنا شبابنا في الفقر ومراحل عشناها في حرب، وبعد ذلك عشناها في منفى، ما ذقنا حتى شيء من الجزائر. أبائنا على الأقل ذاقوا حلاوة مكافحة المستعمر وذاقوا حلاوة الاستقلال، ذقوها، نحن ما شفنا حتى شيء. نحن عمرنا 20 سنة لقينا روحنا في وسط الأرهاب وحرب أهلية. ما هي هكذا؟ ما هي هكذا؟ ما تعلمش ابنك يكون إمعة، ما تعلمش ابنك يقدس فلان وعلان. خرجوا لنا ناس الآن في صفحات ولي أمرنا والخوارج وكذا وكذا. ما هذا المنطق؟ ابتلانا ربي في التسعينات بمتطرفين كانوا كل من يذكر السلطة بخير أو ينصفها فهو مرتد لأنه يوالي الطاغوت. الآن وصلنا إلى مرحلة أخرى، خرجوا لنا ناس من نفس المدرسة تقريبا ولكن عكس تماما، كل من ينتقد شيء ما في الحاكم أنت من الخوارج. خرجت على مين أيها الداخل؟ خرجت على مين؟ الرئيس عامل لك دستور تعددية الحزبية، الرئيس يقول عارضوا كما تريدون، الرئيس يقول قوموني كما، ويجي يقول لك لا. بل الكارثة أنه أحدهم راح يظلل في بوليزاريو وهو أحد شيوخهم، راح يتكلم على البوليزاريو كأنهم خوارج خرجوا على أمير المؤمنين بين قوسين في المغرب ولا أحد تكلم عنه. شو هذا الخلط وهذا الغريبة؟ أنه فيهم ناس من عوام بعض الطيارات الدينية في الجزائر، عوام بمعنى الكلمة، عوام لا يفقهون شيء في السياسة. البارح بدأ يصلي بدأ يتعلم لي في الفقه
اليوم أصبح حال صفحة في الفيسبوك ويناقش في السياسيين أنت خارجي، أنت عدو الله، أنت كذا، أنت كذا، ويسبون في الناس ويضللون الناس والسلطة ساكتة. هؤلاء راهي مشاريع إرهابية تنتظر فتوى فقط للخروج عن الحاكم. كون غدوة يجوهم شيوخهم يقولون لهم أتبون راهو ضال أخرجوا، والله سينحرون الناس في الشوارع. وشفناهم من نفس الجماعة ماذا فعلوا في ليبيا، بينهم اللي مطلوب في المحكمة الدولية بجرائم، والورفلي تعرفوه ماذا دار الورفلي باسم عدم الخروج على ولي الأمر وما إلى ذلك. ما تدخلوناش في متاهات هذه، ما تدخلوناش في متاهات هذه، خلي الأمور، خلي السياسة للسياسيين، خلي أمور الدين. أنا من الناس اللي كما هكذا نقول الإعلامي يبقى في مجاله الإعلامي، وعالم الدين يبقى في مجاله. الأمور الدينية لا يخوض فيه إلا أهل العلم المختصين فيها، والإعلام لا يخوض فيه إلا الإعلاميون، والسياسة لا يخوض فيها إلا السياسيون اللي يعرفون السياسة المحلية والسياسة الدولية. الاقتصاد أيضا يجب أن يكون هناك مختصين، يجب الصحة أيضا. أنا شفت الجزائريين إذا هدرت في الدين يطلعوا لك علماء في الفقه، إذا هدرت على كورونا يطلعوا لك جراحين وأطباء، إذا هدرت على فن الطبخ يظهروا لك كلهم طباخين، وأي حاجة راهم كما هكذا. عندما تعلم شعب على أن يخوض في كل شيء لا يمكن أن تبني به أمة. الشعب الحقيقي عندما تعلمه أنه يستعمل عقله، أنه يهتم بالفكرة وليس بصاحب الفكرة، يهتم أيضا عندما تعلم يحترم الاختصاص، اترك الاختصاص لأهله. عندما تخليه هكذا وتعلم بهذه الطريقة فأنت هنا تبني حقيقة لبنة صلبة لبناء دولة. أما بهذه الطريقة الغوغائية ما يمكن أن نصل إلى حل. شبكات التواصل الاجتماعي أضرت بالوضع الاجتماعي. شبكات التواصل الاجتماعي في أمم أخرى قربت الناس، خلت الناس واحد قرأ معاه في الابتدائي منذ 50 سنة بفضل هذه شبكات التواصل الاجتماعي التقوا من جديد. تروح تدخل إلى مواقع الغربيين تلقى المهندس يتحدث في الهندسة، المعلم يتحدث في التعليم، الطبيب يتحدث في الطب. إلا في الجزائر تلقاهم يتحدثون في كل شيء. صباح ربي ينوض الصباح قمة في الإيمان، العشية ينشر لك نكت، نص النهار ينشر لك فيلم، بعدها أدعية، نهار الجمعة راهو قوي الإيمان، في رمضان راهو الإيمان عنده يحد، بعد رمضان تلقاها في ديانة أخرى. وفي كل شيء يخوضون، يروح يدخل عن صفحة نتاع طبيب، طبيب يحكي على الفيروسات يسبه، يروح الواحد سياسي حياته كلها قضاها في السياسة يسبه، يروح الواحد اقتصادي يتحدث عن الاقتصاد يسبه. أنت اختصاصك هو السب، اختصاصك، وهذا دليل على عدم تربية. وعندما يكون عندك نسبة كبيرة في شعبك ما علمتهمش الأخلاق فأنت تستطيع بهذا أن تدمر أمنك القومي من حيث لم تدري. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.